صحبه أجمعين. الرابع الخاصة چار من دانا لكليات خمس خاصي بيدلن أو سياني بيشي كخندن نوع جنس فصل أوانا زاتيبون ونيا أو دودانيش كما وتوا خارج لما يد عرازينا جا خاصة بسي دلن وهو الخارج المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط خاصة شتك خارج لماهية أفراد ونيا أو قيدي الخارج جنس نوع فصل هرسي كان خارج دكات شن أوان ذاتينا ونيا خاصة أو خارج لماهية يعني عيني ماهيتنيا جزء ماهيتي جنيا حاليبون سونا حملج دكريت بوسر أفرادي يق ماهية بسر أفرادي يق ماهية حمل دكريت فقط ونيا يعني فقط مختصة بأفرادي يق ماهية ونيا شندانا ماهيتي مختلف شامل نابت وكو لاحق إدي بنسبة إنسان ونيا لاحق خارجة لماهيتي إنسان بوسر أفرادي إنسانش حمل دكري ونيا ولي غير أفرادي إنسان ناقريته حليبون شونا بس خاصة دو ملاكي هيدي يكي كانوا دبي خارج بيت دو من دبي مختص بيت بأفرادي يق ماهيتي فقط حليبون شونا قيدي الخارج جنس نوع فصل خارج دكات قيدي فقط عرز عام خارج دكات قيدي فقط ونيا شن خاصة أوي كفقط بسر أفرادي يجمع هي تحمل بكري ونيا بلام عرز عام مخصوص يجمع هي تنيا عرز عام شاملي شن ماهيتي مختلف دبد وكو ماشي ونيا ماشي الآن عرز عام ما بسر أفرادي إنسان حمل دكري بسر أفرادي بقر وفرس وغنم وانش حمل ذكريت فقد مختص يجماهية نية على زعام حالي بنتونا شو إدي تعريفك جامع إدي تعريفك تعريفك جامع مانع أو تعريفه هذا وندا حالي بنتونا إدي لازم نكاد قيدي في جوابي أي شيء هو في عرضه بيني لتعريف خاص صيدا أقر بيشي هني فقد بو توزيحي زياترا ونيا وإلا هر قيدي فقط عرزي عامي خارج كردوا ونيا خاصة أويك فقط بوسر يقما هي واحد حمل ذكري فقط بوسر أفراد يقما هي حمل ذكريت أفرادي كان ما هي ناقريتوا لباشا أوا عرزي عاميش خارج بويدي لتعريفك ونيا سيكاني ديكاش بوسيلي قيدي الخارج لتعريفك خارج كرابون حاليبون سونا فقط او فرقشان معلومة هيدي هرشان بو تعريفك لازمني بلا ما فرقشان هيك خاصة لجوابي سؤال دا واقع دا بيت بلا ما عرزي عام لجوابي هيد سؤالك دا واقع نابي ونيا سؤالك تيا أي شيء هو في عرضه ونيبو خاصي يعني تشتك مثلا دلن الإنسان أي شيء هو في عرضه يعني إنسان تشتك باعتبار عرزي خوي يعني تشتك هيك عرزي ببو إنسان وإنساني لا غير خوي جدابك توا ونيا في عرضه أي شيء هو في عرضه يعني تشتك هيك عرزي ببو إنسان إنساني لغير جداب كاتو عرزي ببويش لجوابكي أو هيك خاصة دبي لجواب دا واقع ببي حالي بنتونا ذا ليرا إشكالك ديتا بيش إشكالك أو يدلن جاخو أو تعريف الزيد إيش دقريتا الآن زيد بنسبة إنسان زيدش خارج جيدي لماهية إنسان
زيد خارج على انسان هاليبون سونا دي باشا بوسر ما بوسر ماهيتك واحد ايش كهمان انسان حمل ذكر تواني بلا الانسان زيد هاليبون سونا اقوى بزيد ايش دبين خاصه به فقد بوسر انسان ايش حمل ذكر وانيا بوسر بقر فرسوانا حمل ناكري دي باشا بس زيد ايش دبي خاصه به اويش محشي جوابي داوتوا دلبا بخو لرا الخارجو صفة بو موصوفك محذوف موصوفك الكلي الخارج وانيا خاصة بكليك دلن كخارج بيت حالي بون سونا كليك كخارج بيت لباشا زيد خو كلينيا جزئية حالي بون سونا چون مقسم معتبر ايدي وانيا مقسمك لا تعريفي هر يقل كلياتي خمس دا معتبرة مقسمك ككليونا حالي بون سونا قوله وهو الخارج شون مسمى بزيد أخي أخو هر زيد إدي باز دكين زيد وانيا مسمى بزيد كليا مسمى بزيد أخي مسمى بزيد يعني هر کسی که با زید نیو بردید خو مسمى که حمل نکری خو اتو زید حمل دکی خو مسمى با زید حمل نکی مسمى با زید دبیت ذاته که خو ذاته که حمل نکی بابا دتوانی دی اوی که مسمى با زید انسانه ذاته که بلا مخی خو ذاته که حمل نکی ونیا زیدی حمل دکی نگ مسمى با زید زيد حمل لكي او ندلي الانسان زيد ونيا او اشكالك او وارد ذكريا تدلي زيد جزئيه دحالك دابر تعريفي خاصه دكويت خو خارج شل الانسان خارج الانسان حمل ذكريت بسر يجمع هيتي واحد كانسان ونيا دباشا او بر تعريفي خاصه دا كويدي اماش دالين بابا الكلي الخارج منزورا چونكو الخارج صفته موصوفكي مقدره موصوفكي حذف بوا وانيا يعني الكلي الخارج وني محشي نسيوتي اي الكلي الخارج خاصه بكليه كي دالن كخارج بيت دي پس زيد وبرنا كويدي زيد جزئيه وانيا باشا چوزانی که کلی خارج منظوره اوش دلد اخر فإن المقسم معتبر في جميع مفهومات الاقسام مقسم وانيا او مقسمی که بو کلیات خمس هيا ككليونا لتواوي تعريفات اقسامك خويدا معتبرة وانيا لتعريفي هر بين قسم كان دا قيدي كليون هيا وانيا چونكو اوانا هم يان قسم كن لا كلي وانيا نوع جينس فصل خاصة عرز عام فصل لتعريفي هم وان دا قيدي كليون معتبرة مقسم يعني اوشتيك محلي تقسيمة دين تقسيمي داكين وانيا كلية ايدي كتقسيمي داكين بولاي بينش قسم وانيا او اما اول اشكالك دفع دكينا ودلين جاخو زيت وبرنا كيوت شنكو بخاصة بكلية كي دلن كخارج بيت ده حالك ده زيت اصلا كلينية هاتشان خارج لإنسان زيت خو جزئي ماهية إنسانية ماهية إنسان حيواني ناطقة خو زيد داخلني لما هي إنساني دا حالي بون سونا وخوي فردك لما هي إنسان بلام داخلني لما هي إنسان دا حالي بون سونا أو جورة أو شتي داكين أو جورة خارجي داكين دي حالي بون سونا
أو تعريفي خاصة، تعريفي خاصة بوجوري دكريت بلام خاصة أويش بخوي تقسيم دبيت. واعلم أن الخاصة تنقسم إلى خاصة شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالقوة للإنسان، وإلى غير شاملة لجميع أفراد ما هي خاصة له كالكاتب بالفعل. جا رواية خاصة، خاصة أويك فقد مربوطة بأفراد يجماهية. جا بعض وقتك لهمو أفراد كذا موجودة أو خاصة شامل تواوي أفراد ماهيتك ديت كخاصك خاصيبو أو ماهيتا ونيا شامل تواوي أفراد ماهيتك ديت لهم يندا موجودة وكتسي وكو كاتبي بالقوة بو إنسان. الآن كاتبي بالقوة خاص أفراد إنسانية، فقد إنسان دتواني كاتب بيت حالي بنسونا دباشا همو فردك إنسانيش استعدادي كتابتي هي همو فردك حالي بنتونا يك فردجنية كبلي استعدادي كتابتي نبي خاصي غير شاملشن هيا كشاملنية بو همو أفرادي أو ماهيتي كخاصك خاصي بوي همو أفرادي ماهيتك ناقريتوا هرچن فقد مربوطة بأفرادي أو ماهيتا بلا موانية لهمو أفراد كانش دا موجود بيت وكوتي كالكاتب بالفعل له وكو كاتب بالفعل بو إنسان وانيا الآن كتابتي بالفعل أقاها بيت فقل لأفراد إنساني دادا بيت وانيا بلام خو همو فردك إنساني جنا قريتوا وانيا بعضيك بي صوادن حاليبون سونا او بس كاتب بالقوة بنسبة إنسان خاصي شاملية كتابتي بالقوة كاتب بالفعل خاصي غير شاملة حالي بنسونا. قوله حقيقة واحدة ونيا أو كتي خاصة فقد بسر أفراد يجمع هي تحمل ذكري ونيا فقد أفراد يك حقيقة ذكري توا أو حقيقتا چ حقيقة نوعي بيت چ حقيقة جنسي بيت حالي بنتونا أو عام دكينا ولا حقيقة نوعي حقيقة جنسي. قوله حقيقة واحدة نوعية أو جنسية أو حقيقة واحدة كخاصك مختصة بوي نوع بيا جنس بيت ونيا أو ماهيتي كخاصك مختصة بوي ونيا نوع بي يان جنسك بي ونيا جاف الأول خاصة النوع كاللاحك والثاني خاصة الجنس كالماشي ونيا نوعي أول كام ك حقيقتك نوعي خاصة مربوط بيت با حقيقتك نوعي فقد أفرادي أو حقيقة نوعية بقريتها أو خاصة النوع بيدلا وكو لاحق بنسبة إنسان وأني لاحق مختصة بحقيقتك نوعي كإنسان نوعي حقيقي منزولة وكو إنسان أو يدوى مشكا خاصة مربوط بيت با يقدان حقيقة جنسي فقط أو خاصة الجنس بيدلا وكو ماشي. الآن ماشي فقط لحيواني داها لغير حيواني دانية غير حيوان وكو دارو برد ناتواني مشي أنزام دا فقط خاصي حيوانيا ماشي بنسبة حيوان كحيوان بخوي جن سيدي دباشا ماشي بو حيواني دبتا خاصة خاصة الجنسي بيدالن حالي بنتونا بلا ماشي بنسبة إنساننا ماشي بنسبة إنسانسيا عرزي عامة چون لإنساني داهيا لا غير إنسانيش ده هي لفرس بقر وانا ده زا فالماشي خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان فاز أجابت ما دام كتن خاصة النوع هي خاصة الجنس هي خاصة الجنس جوكو ماشي بنسبة حيوان دبيت خاصة الجنس فاز أجابت ماشي خاصة بو حيوان بنسبة حيوان بلا بنسبة إنسان عرزي عامة چون لإنسان داهية لغير إنسان إجداهية حالي بنسونا
فافهم فافهمي شر اشاره بويك تقسيمي كليات بولاي جنس نوع فصل خاصة وعرز عام أو تقسيمات تقسيمك اعتبارية أو تقسيمها بوي يكشت دتوانهم خاصة بيت دتوانهم عرز عام بيت بلام هريكي باعتباريكي وانيا فس ديار التقسيم لكليات خمس دا تقسيمك كأما ديكين بولاي بينش قسم تقسيمك اعتبارية يكشت دتوانت هم زمان هر دوكيان بيه الان ماشي هم خاصية هم عرزي عامة ولي خاصية بالنسبة حيوان عرزي عامة بالنسبة إنسان حالي بنسونا أو ففهم إشارة بوي وكوشون مثلا تقسيم كلمة جوا كلمة كتقسيم دكين بولا اسم فعل حرف وانيا دكري يك كلمة دكريت هر سيكيان بي يك كلمة دكري هر سيكيان بي مثلا على وانيا على ذكر حرف جر بيت وانيا وكو زيد على السطح ذكر على فعل بيت وانيا بو اعتبارك باعتبارك ديكا بو اعتبارك حدث نسبة زمان بجيني وانيا وكو مثلا إن في فرعون على في الأرض يعني فرعون خوي بجورزاني لسرزوي حالي بون سونا تكبري كرت او على فعل ليرا وانيا يقل فز دتواني فعل بيت واني حرف بيت بلام هريكي باعتبارك حالي بون سونا ليش تقسيمك يا اعتباري جاء دتوان لا الرحمة ما استع عبد الكريم لا او شتا عزيزة الوانة تساوي لبكن زياتر توزيحي ويددا أو خاصة بو الخامس العرض العام قسمي بين جملة كليات خمس عرزي عامة وانيا عرزي عام لا أشتي جوابي إشكالك تحالي بي مال عبد الحميد زيد مسمى بزيد زيد زيد أما بازدكين خارج كل تعريفي خاصة وانيا زيد كجزئية دي وانيا خارج لإنسان جاء إشكالك أوي بوسر يق ماهيتيش حمل دكريت كإنسانة درست بلي الإنسان زيدون تباش أوا زيدش دبي خاصة بيت اما شكتن اخر جزئيه زيد خاصه بكليه كي دالن كخارج بيت وفقد وسر افراد يجمع هي تحمل بكري حالي بنسونا مسمى بزيد مثلا مسمى بزيد اجاتو يجنا فرد منزور بي يجنا فرد كمسمى بزيد هدي ساند بيتو جزئي يجنا فرد كمسمى بزيد بلا ما مفهوم كليه كي بلاي اوي مسمى دبي بزيد هر انسانه وانيا أو كمسمى بزيت هر إنسان أيدي كمسمى دبي بزيت. يعني با خارج دبي يجدي. أو يشرب قيدي الخارجو. أو كمسمى بزيت مفهوم كلية كي إنسان أيدي كفقط مسمى دبي بزيت. باشا إنسانيش نوع بقيدي الخارجو خارج كربولا تعريفك. ونيا أو بقيدي الخارجو شنكو دبي النوع أو كمسمى بزيت إنسانة. أو كمسمى دبي بزيد. أجا يجنا فرد نزل بقرين هر دبي تو جزئي. جزئيش كتن بقيدي الكليو خارج دبي. أجا رج بلاي والله هر حالتي كلية كم منزورة. يعني أو مسمى دبي بزيد. نج يجنا فري مخصوص. ده هو إنسانة كمسمى دبي بزيد. ده باشا إنسانش نوعة. ده خو النوع جنس فصل. هر سكن خارج كربو بقيدي الخارجو. حالي بنسون. أو جابين السر بينجو من قسم لكلياتي خمس كعرز عامة عرز عامة بشي دلن وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها عرز عام أويش خارجة لماهية وحمل ذكره بسر يقدان ماهية
وبسر غيري أو يكدان ماهيتش وكو ماشي دي ماشي خارج لإنسان بسر أفراد إنسان حمل دكريت وانيا بسر أفراد إنسان حمل دكريت بسر غيري أفراد إنسانش حمل دكريت مثلا بسر أفراد بقر أفراد غنم أفراد فرس أوانج ماشي نيدي حالي بنسونا فس على الزعام مختص بيقدان ماهيتنيا مختص بأفراد يق ماهيتنيا بلكو تن ماهيتي مختلف دقريتها حالي بنسونا جاء على الزعام أو على الزعام مش أو تعريفي ويدي قوله وعلى غيرها كالماشي يقال على حقيقة الإنسان وعلى غيرها من الحقائق الحيوانية ماشي الآن ماشي بالنسبة إنسان على الزعام بالنسبة حيوان خاصة بها شو فقط حيوان دتواني ماشي به واني ماشي خاصة بحيوان حالي بنسونا بلان ماشي بالنسبة إنسان على الزعام بو شنكو هم بسر أفرادي يقدان ماهيت كإنسان حمل دكري واني بسر أفرادي غيري أو ماهيتش لا ماهية حيوانية كان ديكا بسر أفرادي وانش حمل دكري أوانش أفرادي وانش ماشي بيدا كتريت حالي بنسونا جا أو خاصة وعلى زعام مش خلاص بو بلام كليك لو دوانا تقسيم ده به هم خاصة هم على زعام حالي بنسونا أما بعبارة خلاصة بلين عرس واني عرس تقسيم ده بدا عرس كهم خاصة ده قريتا وهم عرس زعام ده قريتا ويدي واني عرس تقسيم ده بدا عرزي لازم من هيا عرزي مفارق من هيا حالي بون سونا عرزي لازم اوه كهيج وقت جدانا بيتاوا لمعروس وانيا عرزي لازمي بيدالن بلام عرزي مفارق اوه كا اقل بجائز دزانت كا لمعروزك جدا بيتاوا حالي بون سونا اوه عرزي لازم وعرزي مفارق وانيا البته وتقسيمك تقسيمك دي كشي هي عرس عرزي البته عرزي لازم او تقسيمي هي عرزي لازمي بينو عرزي لازمي غير بين حالي بنسونا عرز بولاي لازم ومفارق تقسيم دبيت دو عرزي لازم اويش بينو غير بيني هي حالي بنسونا وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر إلى الماهية أو الوجود البتا من هشتا جوانم نكوت هر خودي عرزي لازم بخوي دو تقسيمي هيا أولا عرز بولاي لازم ومفارق تقسيم دبيت دو عرزي لازم بخوي دو جور تقسيم دبيت واني لازمي ماهية لازمي وجود أو تقسيمك لازمي بين ولازمي غير بين اوش تقسيمه كديكا حالي بنسونا هر يك لو دوانا هر يك لخاصة وعرزي عام وانيك بإجمالي بلين كليكي كعرزي بيت جا خاصش دقريتو عرزي عام مش دقريتو ايدي اگر محال بيت انفكاكي كليكي لو دوانا لا معروزكي خوي وانيا اگر انفكاكي كليك لو دوانا لمعروز محال بيت يعني اقل انفكاكك بمحال بزاند انفكاكي عرز لمعروزك او اختي فلازم او اختي عرزك عرزي لازمي بيدلن جا خاصة بيا عرزي عام بيت بيدلن عرزي لازم عرزي لازمش بخوي تقسيم ده بيت أو باسي دكين بلام وإلا فعرض مفارق للصفحة ديكا بلام أجر انفكاكي عرزكا لمعروز محال نبي أقل بمحالي نزانت انفكاكي عرز لمعروزكا أو اختي عرزي مفارقي بيدلن حالي بنشونا جا عرزي مفارقش بخوي چن قسمكي هيا و
وان يدوم او يزول بسرعه او بطء حالي بونتونا جاري عرزي لازم عرزي لازم ايش بخوي تقسيم دبيت وان اخر شاو ايرش دقتي لبكن انفكاكي عرز لمعروزك محالا يعني هر وقتكي معروزك هبو او عرزش دقل ايدايا حالي بون سونا نك هر وقتكي عرزك هبو دبي معروزكش هبي هر وقتكي كمعروزك هبو عرزكش دقل ايدا دبيت حالي بون سونا هر وقتك معروزك هبو عرزكش لازمي ويا حالي بون سونا جا الان مثلا وكو لارب ايدي الان هر وقتكي لارب هبيت حتما لاري بوم ما يكش دبي هبيت وانيا حتما لاري بك دبي هبيت خو لارب ببي لاري رونا دات حالي بون سونا الان بس لارب ملزومة لاري بوم ما لازمي ويا حالي بون سونا جا عرزي لازم لازم بالنظر الى الماهية او الوجودي وانيا عرزي لازم دو تقسيمي ها يكي كان لازم بولاي لازمي ماهيته لازمي وجود تقسيم دبيت يكي كيشان لازم بولاي بين وغير بين تقسيم دبيت لازم بالنظر الى الماهية او الوجودي جاري وايا عرزك كلازما لازمي معروزا بنظر بولاي ماهيتي بنظر بولاي ماهيتي معروزك او عرز لازمي ويا يعني ماهيتي معروزك شلا خارج دا شلا ذهن دا هبو حتما عرزكش دا قلي دا دبيت واني خارج ذهن فرق ناكا دا خارج دا دا ذهن دا معروزك هبو عرزكش دا قلي دا يعني. او جورة عرزة بيدلا لازمي ماهيت حالي بون سونا يعني لازمي ماهيتي معروزك دا ذهن دا خارج دا واني او الوجودي جاري واشا عرزكا لازمي وجودي خارجية فقط يا فقط لازمي وجودي ذهنية عرزكا فقط لازمي وجودي خارجية يا فقط لازمي وجودي ذهنية يعني فقط اگر معروزكا دا خارج داهبو عرزكاش دا قلي دادا بيت فقط دا خارج دا مثلا عن غراب هر وقتی که در خارج ده بید حتما سوادی شی ده گلا این ببی سواد نه به محاله که سوادی ده گلا نبید و تا محاله که عادیه دی عادتا محاله و این محاله که سوادی ده گلا نبی بلام ده ذهن ده ده ذهن ده ده کری سواده که لی جدا بید و این هم ده ذهن ده من تصوری ده کم بلام سوادی شی لی جدا ده کم و حالی بون سونم اول ان سواد بو غراب لازمی وجود خارجیه که ایتی هر وقتی که غراب ده خارج ده هبو حتما سوادشی ده گل ده عادتا محال سواد لی جدا بیتوا عادتا بلام اقلن لازمی وجودی ذهنیش وکو چی وکو انسان وانیا یا مثالی دیکش بو لازمی وجودی خارجی وکو آگر آگر حرارت لازمی ویه ده خارج ده اما تاویج عادتا عادة محالة حرارتي لجدا بيتها وإلا أخوانيا أوري حزت إبراهيم حرارتك نبو بلام عادة إيدي بحسب عدد محالة حرارة لأوري جدا بيتها بلام دخارج داوايا وانيا دخارج داوايا خو أمن دا الزهن دا أقر أور تصور كم حرارتي لجدا بيتها حالي بنتونا لازمي وجودي ذهنيش وكو انسان ايدي وكو كليات بو انسان الان كليات لازمه بو ماهيه انسان بلام ده ذهن ده ده ذهن ده انساني كتصور دكي كليه وانيا كليتي هيدي او انسان كده ذهن ده تصور دكي بلام ده خارج ده انا ده خارج ده هر فردك انسان كاتو بهنا بهني كليتي نيا هر فردك انسان كبهني شخصا شخصك اصلا خارج ضد كليته هر شيء بيته ده خارج تعيون پیدا دكا ده بيته شخص حالي بون سونا
كلية أوي كشتكا شامل أفراد زور بي دي باشا هر فردك إنسان ده خارج دابيني هر بوخويتي شامل أفراد زور نايت حالي بونسونا دي باشا كلية لازمي إنسانية ده ذهن ده فقط بلام ده خارج دانا ده خارج ده هر فردك يتو بيهيني شخصة كليتي نيا حالي بونسونا ماهية إنسان كلية بو ماهية إنسان لازم ماهية وكو أو نعم وكو بلين زوجية بو أربعة وانيا أتو لخارج جدا هر تشواريكي بيني زوجة لذهن جدا أو تشواريك تصوري دكي هر زوجة وانيا حتما زوجيتي هي دي أو تشوارا حالي بون سونا أصلا زوجية لازمي أربعة لازمي ماهيتي أربعة ده خارج ده ده ذهن ده يعني أتو ده ذهن ده أو أربعة كتصورت كردو دكري زوج نبي دكري فرد بيت خونا كريدي ده خارج ده هر تشواري كي كاتو بيهني دكري فرد بيت ناكري فرد بيت حالي بون سونا جاء ما تا أون دي دخيني إذا لازم يبين وغير يبين كباب منته قوله وكل منهما أي كل من الخاصة كل من الخاصة والعرض العامي كليك لو دوانا تقسيم دبت كليك لخاصة عرزي عام جاء ما أجر باختصار عبارتك يبلين كشامل أو دوانا بيت سدلين دلين كلي عرزي وانيا ك بمجموع خاصة وعرزي عام ده كتري دي وانيا شن سيكاني أول كلي ذاتي بون أو دوانا كلي عرزينا وبالجملة الكلي الذي هو عرضي لأفراده إما لازم وإما مفارق أو كليك عرزية خارج لماهية أفرادي خوي كده بيت خاصة وعرزي عام أو دوانا خارج وانيا يان كلية عرزيك يان محال انفكاكي ولا معروس أو اختي عرزي لازمي بيدلن يان انفكاكي ولا معروس محال نيا أقلبا محال نازانت انفكاكي ولا معروزك حالي بنتونا بمحال نازانت بلكو بجائزي دزانت أو اختي عرزي مفارقي بيدلن حالي بنتونا باشبو عرزيا لازميا مفارقة إذ لا يخلو إما أن يستحيل انفكاكه عن معروضه أو لا چونكو لو دو حالة خالينية يان محالة أو عرزي انفكاكي بيد لمعروزة كي خوي وانيا يان محالة يعني أقلب محالي دزانت كعرزكا لمعروزي خوي جدا بيته وكو الزوجيات بو أربعة أقل بمحال دزانت كزوجية لأربعة جدا بيتها وانيا أو بيدلن عرزي لازم وانيا أو لا ين أقل انفكاكك بمحال نازانت وانيا فالأول هو الأول والثاني هو الثاني أول يكك أقل انفكاكي عرزك بمحال بزانت أو عرزي لازمي بيدلن دوم يكك أقل انفكاكي عرزكا بمحال نزاني بجائزي بزانت أو عرزا عرزي مفارقي بيدالن وتلازمناك تاكا بالفعل لمعروزكا جدا بيتوا وانيا عرزي مفارق أويك أقل بجائز دزانت انفكاكي عرزكا لمعروز بلام دكريت دوامي شيها بيبو معروزكا بالفعل ولأقل بمحال لا زانت بجائز دزانت انفكاكي عرزك وانيا او دبت عرزي مفارق جا او عرزي مفارق او دواء باسي لدكين بلام جاري عرزي لازم اول باس دكين عرزي لازم بدو جور تقسيم دكريت وانيا لازمي ماهيته لازمي وجود او تقسيمك لازمي بين ولازمي غير بين اوش تقسيمك ديكا حالي بونسونا بلام پیش اوی که باسی وید بکین امن یکشتم لبیرچو
اما اونيا كتن خاصه شامله وغير شامله هي هروكو خاصه او دو قسمه هي عرز عام مش شامل وغير شامل هي وانيا الان خاصه مثال دو قسمه كان تشبو كاتب بالقوة خاصة شاملة استعداد كتابة لهمو أفراد إنسان داها كاتب بالفعل خاصة غير شاملة شون بعضك لأفراد إنسان بسواد وانيا دي باش عرز عام مش شامل وغير شامل هي مثلا ماشي ماشي بالقوة عرز عام مش شاملة وانيا بنسبة إنسان عرز عام ما زا ماشي بالقوة استعداد ماشي أو شامل همو أفراد إنساني دبي هس عرز عام مكي شاملة بلا ماشي بالفعل عرز عام مكي غير شاملة شنو هنا بعضك فلجن خب بالفعل ناتو أنا مشي أنجام بدات ماشي بالفعل عرز عام مي غير شاملة حالي بنسونا أو النكتة لبيرم تسو دي بويوانا زان فقط خاصة شامل وغير شامل هي عرز عام مي شروال حالي بنسونا جاء ثم اللازم ينقسم بقسمين قسم قسم بمعنى تقسيمه وانيا عرزي لازم تقسيم دبيت بدو تقسيم دو تقسيمي هيا وانيا تقسيم اولكي اوي لازم عرزي لازم بولاي لازمي ماهية لازمي وجود تقسيم دبيت او تقسيم اولكيتي احدهما انه أي لازم الشيء إما لازم له بالنظر إلى نفس الماهية مع قطع النظر عن خصوص وجوده في الخارج أو في الذهن وانيا يكيق لدو تقسيم كان أويا كلازم بولاي لازمي ماهية لازمي وجود تقسيم كان وانيا عرزيكي كلازم بو شيئك شيء همان معروزك حالي بنتونا او عرزيك لازمه جاري ويا بنظر بولاي نفسي ماهيتي معروزك او عرز لازمي ويا حتشاولا نفسي ماهيه معروزك بكين ماهيتي معروس دبي عرزك دقلي دابت وانيا نظر بو نفسي ماهيه بكريت عرزك لازمي ودبي يعني قطع نظر لويك خصوصي وجودي ماهيتك دا خارج دا يا دا ذهن دا نظر بجيري وانيا فرقيني لخارج جدا لذهن جدا عرزك لازمي ماهيت بيت وانيا جا باشا او باش جوريك بنظر بولاي نفسي ماهيت عرزك لازمي بيت ولا وذلك بان يكون هذا الشيء بحيث كلما تحقق في الذهن او في الخارج كان هذا اللازم ثابتا له وانيا لازمي ماهية بوجوريك او شيء معروزة ماهيتك بحالتك بيت كهر وقتك معروزك ماهيتك دا ذهن دا وجودي پيدا كر يا دا خارج دا وجودي پيدا كر او لازمش حتما ثابت ببوي لازمك دا قلي دا بيت او وقتي او لازمه پيدا لن لازمي ماهيت شد خارج دا معروزك ببين شد ذهنش دا تصوريكي حتما لازمكي بو ثابتة او لازمي لازمي ماهيتي في دلن حالي بون تونا كتن مثالكي وكوسي زوجية بو اربعة واني شد خارج دا اربعة هبي شد ذهن دا بيت حتما زوجية دا قلي دايا واني لي جدانا بيتاو واما لازم له بالنظر الى وجوده يان عرز لازمك لازم دبيت بو معروزك بلان بنظر بولاي وجودي معروزك بنظر بولاي وجودي معروزك يعني شي يعني خصوصي وجودك وانيا اي الى خصوصي وجوده الخارجي فقط او الذهني فقط يعني دبيت وانيا يعني بنظر بولاي خصوصي يكك لو دو وجوداني لازمك لازمي معروز بيت يعني فقط او معروزة لوجود خارجية كيدا او لازمي بو ثابت بي مثال كي وكو سواد بو غراب وانيا دباشا
غراف فقل وجود خارجيه كيدا سواد لازمي بيها يا مثال كي وكو حراره بو اجر اجر فقط لخارج دا اجر هبو حرارتي بو ثابته يعني بلان وقت كي كان صورتي اجر دا بمدى ذهني خوم حرارتي نيخو حالي بونسونا او دفعي او الذهني يعني فقط وقت كي معروزك دا ذهن دا هبو عرز لازمه كي بو ثابت بيت لازمه كي بو ثابت بيت فقط دا ذهن دا وانيا دي باشا پس اقوا بيت لازمي وجود بخوي دا بيت دو قسم وانيا اما اولا كتن لازمي ماهية لازمي وجود بلام لازمي وجودش بخوي دو قسمه لازمي وجودي خارجي لازمي وجودي ذهني حالي بونسونا بخوي دبت دو قسم وهذا القسم بالحقيقة قسماني خدي أو قسم دوما لازمي وجود وانيا فقد أو دوانا كتبو دي لازمي ماهية لازمي وجود بلام لازمي وجود بخوي دا حقيقة دا دو قسمه وانيا لازمي وجودي خارجي وكو حرارت بو آقر لازمي وجودي خارجي آقرك يعني لازمي وجودي ذهني وكو كلية بو إنسان إنسان فقط دا ذهن دا كلية كليتي بو ثابتة كلية الآن لازمي وجودة بلام لازمي وجودي ذهنية حالي بون سونا پس فأقسام اللازمي بهذا التقسيم ثلاثة پس لواقع دا بس ظاهر أما كتن فقط أو تقسيم دو قسمي لبيدا دا باللازمي ماهية لازمي وجود بلام لواقع دا أقسام عرزي لازم بنا بو تقسيمي ككردن أقسام كدبت السيدانة لازم الماهية لازمي ماهية لازمي وجودي خارجي لازمي وجودي ذهني لازمي ماهية مثالك وكوشي كزوجية الأربعة وكو زوجية بو أربعة أربعة شدا خارج داهبت شدا ذهن داهبت زوجيتي لي جدانا بيتوا زوجيت هر ثابتة بوي ولازم الوجود الخارجي كإحراق ناري لازمي وجودي خارجي وكو إحراق كلازمي آقرا بلام لخارج دا فقط وانيا بلام لزهن دا صورتي آقر كلزهني من دا يخو إحراقي نيا وانيا وإلا دا بزهني من بسوتيني دي حالي بونتونا ولازم الوجود الذهني لازمي وجود ذهنيش قسم سوم لازمي وجود ذهني مثالك وكوشي ككون حقيقة الإنسان كلية وانيا وكبون حقيقة إنسان بكلي وأن يعني كلية بماهية إنسان كلية كبماهية إنسان عارض ده بده ذهن ده ده خارج ده نه ده خارج ده خو إنسان كلية بعارض نابت كلية بثابت نابت هر إنسان كي ده خارج ده بيه يعني شخصة جزئية يك شخصة يك فردة كلية نخو حالي بنتونة ده ذهن ده إنسان كتصوري ده كي كليتي بو ثابته يعني اقل بجائز دزانت انسان افراد زوري هبه وانيا جاء وهذا القسم يسمى معقولا ثانيا ايضا او قسميا لازمي وجودي ذهني بمعقول ثانيج نيو دبردريت ايضا هروكو لازمي وجودي ذهني بيدلن معقول ثانيشي بيدكوتريت معقول ثانيج دياري دي بو بيدلن چون اتو اول انسانك دبيد ذهني خوت جدوايا يعني أول إنسانك معقولة دا تشيت دا أقليتو دوايا كليتك معقولة دوايا كليتك بوسابي الدبت معقول ثاني بشي اعتباري معقول ثاني أموري اعتباري نا أموري اعتباريني نا والله هميان أموري اعتباريني هر اعتباري يعني اشتك فرزي لكي بلام تو چه فرضی بکی چه فرضی نکی انسان که چه ده ذهنی تو حتما کلیتی بو ثابته وانی لازم نکه تو اعتبار بکی صفتی کلیت بو ماهیت انسان هر هیتی هر انسان چه ده ذهن ماهیت انسان وانی کلیتی بو ثابته حالی بون چونه جا او باب مینه تو معقولی ثانی منطقی و دقل معقولی ثانی فلسفی فرق ينسيه أو باب من التوبة درس كيديك إذا ما بحثكش ألي رواد الله.
وعليكم الرحمن.